الجمعية بتاعتنا اهتمامها الأصلي بالمجتمع، وخصوصا مجال المرأة والطفل لأنهم مجال مهمش شوية عننا في سينا عشان طبيعة سينا الخاصة. ابتدى شغلنا في الجمعية من 1995. اشتغلنا في مجالات مختلفة، اشتغلنا في البيئة والسياسة والتوعية، اهتمينا بالطفل والمرأة، ابتدينا نشتغل على الشباب كمان فترة. جات لنا اتاحت فرصة ان احنا نشتغل مع شبكة واي بي ايجيبت، ان احنا نثقف شباب وان احنا نوعيهم وان احنا نشتغل معهم بتقنيات مختلفة كنا محتاجينها فعلا في المحافظة عندنا، لان احنا عندنا الشباب موجودين ونفسهم يشاركوا ونفسهم يتطوعوا ونفسهم يشتغلوا في الـ في الـ في, الـ في المجال ده بس مش عارفين ازاي. فأتحت لنا الواي بير ان احنا نشتغل بالطريقة دي. ودينا عندنا المدربين بتاعتنا اتدربوا في الشبكة، بقوا مثقفين أقران ورجعوا وطبقوا الحاجات اللي هم اشتغلوها عندنا في التدريبات على ناس من الشباب المتطوعين عندنا في الجمعية. آخر حاجة عملناها تبع الواي بير كانت حملة 10 أيام من نشاط شاطئ المرح. كان المفروض ان احنا ننزل على الشط، مجموعة متدربين مع ينزلوا على الشط يوعوا الناس سواء المصيفين، لان سينا بطبيعتها اساسا تعتبر مصيف حلو قوي بيجوها الناس من كل حتة، نزلوا يشتغلوا مع المصيفين انهم يتكلموا معهم عن اخطار فيروس HIV ويتكلموا معهم عن فيروس C كمان. كنا مستهدفين في الحملة دي 1000 نفر، وصلنا تقريبا ل 1500. عملنا كمان في الحملة أمسيتين، أول أمسية كانت على الشاطئ جي فيها ناس كثيرة جدا والناس اتفاعلت معها بشكل حلو قوي، من الناس اللي كانوا بيشاركوا كانوا بيسألونا إمتى الأمسية. تاني أمسية كانت في مركز شباب عندنا في العريش، لقينا ان من كتر التفاعل ومن كتر الصدى اللي عملته الحملة ان في اسر وعائلات جم يحضروا الحملة بتاعتنا، وان الشباب ابتدت تسأل احنا عايزين نشارك في الواي بير، عايزين نشارك في الجمعية، عايزين نشتغل معاكم.